مش حضرتك أستاذ عماد اللي شركتك بتعمل إعلانات تنظيم الأسرة؟ غريبة قوي، أنا كنت فاكر ما حدش بيشوفها خالص. هو فعلاً مفيش حد بيشوفها غير اللي بيعملها. أيه يا نديم، أنتوا فين؟ في ملعب الكروكات؟ طب أنا جاي حالاً. أنا سعيد جداً عن إذنك. وأنا أسعد. يا أستاذ عماد. سوري حضرتك، سوري. الإعلانات بتاعتكو ما فيهاش حاجة تشد الناس. حضرتك فاهم قصدي؟ لا مش فاهم يا حلاوتهم. لا دي حلاوتك انت يا كوتش. بس يعني بص حضرتك لازم نعمل حاجة جديدة نشد بيها الناس. ناس مين؟ دول أرانب، احنا في كابوس. حضرتك ممكن الكابوس ده نحوله لحلم جميل. كلامك معقول ومنطقي، ممكن ألعب دلوقتي؟ حضرتك ما تلعب، ما فيش حاجة يعني. توقف قدام الكورة. سوري. وممكن حضرتك متهيألي يعني بدل ما نعلمهم ازاي ان هما ما يخلفوش نعلمهم ازاي يستفيدوا باللي خلفوه. انا اللي لسه عايز اخلف، جت التقيله. احنا عايشين في مهزله، عايشين في قنبله سكانيه. ليه حضرتك سميها قنبله سكانيه؟ ليه ما تبقاش ثروه بشريه زي الثروه السمكيه زي الثروه الحيوانيه بس على انضف شويه؟ حضرتك الثروه البشريه عظيمه، ممكن تقلب اي بلد فاشله الجنه. تعالي هنا. أنا بضحك. أنت قلت إيه؟ قلت حضرتك قصيدة، كاتبة لك قصيدة قد كده. طب تعالي بص. إيه؟ تجيني على المكتب. لو النبي. عشان تسمعي الكلام ده لأعضاء مجلس الإدارة. يلا اطلع. مش هعطلكم. حضرتك تبقى مدام نالي الحلواني. تعرفت عليها النهاردة في النادي. نادي؟ أيوه يا فرو. كلمتني كلام مهم جدا عن تطور الاعلام في الميديا، وارجو انه جميعا نسمعها ونعرف اللي بتقوله. اتفضلي يا استاذه. صباح الخير. انا اللي هقوله ده مجرد راي واحده. ساعات بتتفرج على حملات تنظيم الاسره؟ انت من دلوقتي معانا. ويلكم فريده. وري الهانم مكتبها فورا. اللي بيعجبني فيك يا عماد بيه انك بتعمل الصح طول عمري يا كوتش. لا يا ماما بقى، لا خليكي جدع. امال بقى مش عارف اسر ده اكتر واحد بحبه وبحبه اكتر منك، واعز الولد ولد الولد، ومش عارف انت بتشغليني. والله العظيم شكلك بتشغليني، وانا بحبك انا ومليش غيرك انت يا حبيب قلبي. والله العظيم اونطه. انا اقدر ابقى اونطجي عليكي؟ انا ليه غيرك؟ بس يعني مش قضيه. ها الصبح هاخده منك حبيبي. لا عامله لك مفاجاه. وانا كمان. وما ده عينك. لقيت شغل. شغل؟ مراتك هتشتغل في أكبر شركة إعلانات في مصر. مش هتصدق المرتب كام، ده غير العمولات. أنا هتجنن، أنا خلاص حاسة إن أنا لقيت نفسي. ومدارس ولادنا ومذاكرتهم وتدريب عمر وأنا وأسر وملك. ما سمعتكش يعني بتجيب سيرتي في كل دول. خالد أنا خلاص مضيت معاهم. مضيتي؟ طب اسأليني ليه بقى؟ عشان نفكر مع بعض. لو مع بعض ليه؟ أنا تمام هسيب الشغل وأقعد في البيت بالعيال. هو بيجيب لي كام يعني؟ مش أنت هتصرف علينا؟ انت بتتريق عليا؟ استغفر الله العظيم. انا اقدر اتريق على مراتي الانياني؟ دي مش طريقه. دي بتاعتي ولا بتاعتك؟ افهم بقى، انا متضايقه، انا زهقت، انا ببص لنفسي في المرايه ما بعرفش نفسي. انا لو اشتغلت كل حاجه هتتغير وهنرجع زي ما كنا. كنا امتى؟ هو جنيه ده مش هيخلص. هنقدر ندخل ولادنا مدارس احسن، وعمر يتدرب احسن، ونقدر نغير العربيه اللي بنزقها اكتر ما بنركبها. بس الفلوس اللي مش مكفيه دي هي اللي جابت البيت ده حته. هي اللي دخلت ولادنا مدارسهم. فاكر العربيه دي لما جبناها بالقسط كنت فرحانه بيها قد ايه؟ انا بحب حياتي ومش هغيرها عشان واحده انانيه زيك ما يهمش لنفسها وبس، انما بيتها وعيالها بقوا ازاي يتحلوا في 60 دقيقه.
عمر هيطرد من التدريب وملك وحيده ومعاده ومحدش بيحبها واسر كل يوم بمصيبه وانا بقى بروح الشغل على سطر واسيب سطر امي امي بقت خدامه عندك وعند عيالك وابويا سواق كل ده عادي مش كده انت بتكلمني انا لا بكلم مراتي اللي كنت اعرفها لكن انت مين انت مين يا شيخه انا عايز اعرف انا مين انا صحيت لقيت نفسي تافهه غوريلا مخلفه ثلاثه والرابع في السكه والمفروض عليا ارضع واغير واطبخ وانضف واشتغل شغل انا ما بحبهاش وفي الاخر لازم ابقى على سنجة عشرة عشان البي ما يبصش بره لقيت نفسي متجوزه راجل طيب وحنين مع كل الستات الا معايا يا سلام وجاي على نفسك كده ليه ما تسيبيها وتمشي يا ريتني كنت قادر كنت مشيت انا مكاني مش هنا ومش عارفه افهمك ولا هتعرفها يا ست هانم رايح فين على اي مصيبه تاخدني وانت تفرق معاكي يا أونكل زهير الحقيني يا بنتي ماما دخلت المستشفى عشان خاطر يا بابا روح انت استريح واحنا والله قاعدين يا ابني انت واخدني ورايح على فين؟ احنا هنقعد معاها يا أونكل بس صدقني ما تخافش انا مش همشي من هنا انا مش هسيبها في العناية المركزة وامشي انا مش همشي من هنا لما اخدها في ايدي واروح ها؟ انا كمان يا بنتي ما اقدرش اخش البيت وهي مش فيه 40 سنة مع بعض 40 سنة تعودت هي اللي تأكلني وتشربني وتديني الدواء وتغطيني لما أكون سعان أجي النهاردة أسيبها في العناية وأمشي غريبة أوي 40 سنة عمري ما قلت لها كلمة زي اللي بيقولوها الناس لبعضيهم عمري ما قلت لها كلمة بحبك أو أنت وحشاني مثلا هي وحشاني فعلا دلوقتي هعمل ايه ده؟ ماما فاقت وعايزه حضرتك يا شقي كنصرتينا الحمد لله انها فاقت بالسلامة واول ما قامت سألت عليك ها؟ ايوه يا سيدي يلا انتوا رايحين فين؟ يلا روحوا شوفوا بيتكم وعيالكم مع السلامة يلا يلا سيبونا عيش ماشي ماشي يا شقي يلا يا اخويا يلا اوعى تنسى ما تقولهاش لا مش هنسى لا كل حاجه والله بحبك وحشاني كل حاجه باي باي